وشليته. شفت كيف فتل هالطاس؟ دورك وسام. وسام خلينا نخلص هالدق قبل ما يدق الجرس. على بنا خلصنا من هالقصة. بعدين شفت شي مرة عم تحكي مع صبيان؟ لا. تعرف ليه؟ لأنه أهلها ما بيخلوها. إيه أصلاً أهلها منن هون وأنا وياها حكينا. ما خبرتني؟ ثلاثة الماضي قعدت حد بالباص. أصلاً ليش وما خلصت السنة؟ ليك ما نسيت، أو تبطل حكي أو تبطل ألعب معك. انت رح تبقى مع ماما ايه؟ ما بتنتراش لحالها. اسمين يلا تأخرت. بخلص على الساعة 3، ما تأخرش علي. ماما اسمين ضروري يعني كل مرة تلعبي لي فيها لمريتك؟ مريتك؟ ما تكون انت شاري السيارة ومش عارف يا حبيبي. وهيدا شو اللي يهمني؟ اتركي هيدا اتركي. اتركي هيدا اتركي اعطيني اياه. إذا وقفك شي حاجة طيار شو بنعمل؟ انت مين جبان؟ مين عم بيقول جبان؟ بس عساس خلصنا بحركات الاحزاب. اذا عرفوا ماما والبابا شو بتعمل؟ شو خص امي وبيي بالمهم؟ كيف شو خص امي وبيي؟ ولك اذا دقك شوكي شو بيصير فيهم؟ ما تعصبني منك جورج. طلبونا ياسمين. رح التحق. لشو؟ لتحارب مين؟ الجيران؟ جورج ما تفوتش الحرب على بيتنا. لكن من الاخر ماني جاي اخذك اليوم معي وجاي بالباص. يا عادل بدان شو درس ولا درس؟ اخرتي على صفي كذا. جورج دخيل اجريك متروك. وسام خد هدي هول يلعن حظه. بيحو مرقوني مرقوني. What's happening over there؟ وسام مجيد شو قصتكم انتو اتنين اليوم؟ وقعوا القلل مس. Sorry مس. مجيد كاين خزق جيب لي شو بدك ياني اعمل؟ اجيب لك شي كيس. يلا مجرد ياسمين صباح الخير. بدي احكي معك. تأخرت على صفي ياسمين لازم نحكي. مش وقت هلا نحكي بعدين.
hurry up. Good morning. Bonjour. Good morning. Wissam, Wissam. Hurry up. Good morning. Great trip. بعد في يومين فحصاته بنروح على البحر. من امتى في حمام بالمدرسة؟ ما بعرف. المفروض ينشالله بالسلمار هالصيفية كمان؟ هو البابا قال لي انه رح يخليني اعمل ووتر سكي. يلا يا ولاد. Grade 4. خلص انسيها. اصلا هي دايما بتروح على باريس بالصيفية. شو عرفك؟ ما الكل بيعرف، اما فرنسوية. نسيت انه هي من الغربية وانت من الشرقية؟ شخص هي كل يوم تجي بتروح على الشرقية. انه هيك بدك تقضيها؟ شرقية غربية غربية شرقية ومن معبر لمعبر؟ اكيد بي عنده واسطة لتقطع كل يوم، اكيد. حتى بي ما في يقطعه بي بيعرف الرئيس. Grade 5. Put everything in your lockers. You can keep your pen, pencil, eraser, and sharpener. Yalla, we don't have all day, kids. Mazen, سكر الباب عمل معروف. شو بيت؟ الله. شو جنيت انت؟ بركي فسديت. ما بتفسد، شو عرفك؟ بعرف. طلع. جوانا، is everything okay? Yes, miss, yes. Please take your seat. One and pass to the person behind you. Two, three, four. Keep the papers face down. Face down. You have 1.5 hours for the exam. And it starts now. CHS Elementary, how may I help you? Hello, madam. يلا يلا مدام دقيقة بس لحظة شوي لحظة بس خليني بس انتريني بس طيب طولي بالك مدام اوكي اوكي Excuse me Mr. Van Miss Yasmin Sayegh's mother's on the phone She needs to speak to her daughter now Can't wait She says it's urgent. Okay. You have a phone call. It's from your mother.
Eyes down, everybody. Hey, ماما. وش البابا؟ لا أستيني أمي. عطينا مخدر للبابا مسكن أوجاع ما في يحكي معكي. عطيني جورج. وينو؟ وين فال؟ لكيف تخليه يروح على الجنوب؟ مش عارفة شو عم بيصير؟ شو عم تسمع الأخبار؟ أمي اسمعيني، البابا ما بو شي. عم بقول لك ما بو شي، لو في شي الحكمة كانوا خبرونا. لو شو ما صار هلا لما يوعى البابا اوعى تخبريه إنه جورج رح على الجنوب. اخترعي له خبريه شي حيالله خبريه. أمي هيدي اسمها كذبة بيضة، إيه؟ بكره بتروحي بتعترفي عند منى شربل. اوعى تخبريه عم بقول لك، بيعلى ضغطه. منك هريتي لنا أعصابنا أمي. اسمعيني بدي تكوني قوية، إيه؟ هلا أنا لما أخلي الشغل بنزل على بيروت. شو فهمنا؟ يلا. هلا برجع بحكيكم. باي. صعبنا أمي. علي لنا الراديو لنشوف شو عم بيصير. لإنقاذ حياة جرحى الاجتياح الإسرائيلي. ومنذ لحظات أفاد مندوبنا في الجنوب أن الجيش الإسرائيلي جدد القصف ووسع نطاقه بحيث يطاول في هذه الأثناء شمال مدينة صيدا، وتسببت كثافة القصف بمنع دخول فرق الصليب الأحمر والإعلام إلى المناطق التي Do you need to go home? No, no, it's fine. Yeah. Okay. Thank you. Yes. May I leave the class, miss? Did you finish? Yeah. Those of you who finished can leave the class. Finish?
شو عم تعمل هون وسام؟ ما عندك فصار؟ بلا، خلصت أول فحص بكير ولين مخلص هاي لفحص الرسم. انت شو منزلك فهم؟ طلع هونيك. مصاحب؟ ايه. والماما بتعرف؟ أكيد لا، وعدت لها شيء. بتحبها؟ ايه بحبها. وهي بتحبك؟ ايه بتحبني. حلوف انك ما حتقول شيء. حلوف. اوكي اوكي وحيط الله ولا كلمة. ماما عصبت علي وقتها ما لقيت النوت اللي كنت عم بكتبها لبنت هاي بالصف. قالت انه بعد بكير لبلش حب. حاسس شي هون؟ هي خلص شو بدك بالماما؟ شكلك رايح فيه على الاخر انت. طيب شوف نعمل ديل انا وياك. انت بتساعدني روح شوف نسرين وانا بساعدك باللي بدك اياه. عن جد؟ بتساعدني روح شوفها بالغربية؟ بالغربية؟ ايه هي من هونيك. مسلمة؟ مبارك ما بيهم. شو اتفقنا؟ بس النازلة على الغربية فيها معابر خطوط تماس. اتفقنا؟ طيب شو هيدي؟ خلاص عبير اعطيني اياها. عبير شو هيدي؟ خلاص حتغسقيها اعطيني اياها. لحظة عبير خلاص اعطيني اياها عشان تخبيها مني. رجينة عشرت ما بتعملي قصة منها. بروميس 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 بروميس. يييي تعرف من مين؟ لا لازم تتشكي لازم تعطيها للإدارة. خلص صغير بلا مشاكل. شو وقع؟ بيبوسك كمان ليك شو بلا مربى. أنا حبيتها ما في الأمان انكتبها. حلو أعرف إن حدا بيحبني. إيه وما بدك تعرف من مين؟ إيه بس بركي كان حدا ما بحبه. مين ما كان يكون لازم يتقصص. مجيد؟ ايه رح اقلها. رح تقلها؟ وبركي ضربتك شي كيف؟ شو فكر حالك بامريكا؟ نحن بلبنان ولبنان مش مثل الافلام حبيبي. تخص الافلام؟ والله ما انت كل افكارك بتجيبها من الافلام. شو الحياة مثل اندس لاف بلو لاجون؟
اندلس لوف بيزعل. وشفت اندلس لوف كمان؟ يا زلمة أنا بعمل يلي ما بينعمل تشوف بروك شيلز مزبطة. نيالك عن جد عندك خي أكبر من مرة. الشي بيزهق يكون عندك أخت. كل ما مرقت بوسي بتطفي التي في. أنت بتعرف إنه لو ما منا أنت كنت بتطلع الأول بالصف؟ بعرف بس أنا بخليها. ولا مرة جبت أكثر مني بالموت. وأنت شوف مع مين بتضل قاعدة؟ أكبر فسيدة عبير مرتضى اللي بس مين بيتيق يكون صاحبي معها لهالبنت. لازم أعطي هالرسمة لهالسبعة. أوكي شوفها. هدول الدراما اللي في السكول حدا اتصل فيي؟ لا. فين استعمل التليفون؟ ايه اكيد. فوت بسام فوت. مس كنت بدي اسلم هالرسمة لمس هبة بس ما لقيتها بالايتون. ايه مس هبة ما اجت اليوم انا باخذها منك. غرفة 42 لو سمحت. شو حلو رسمك وسام. غازي صايغ. ثانك يو مس. مين هذا جراندايزر؟ لا تيجران هذا اقوى. عنده قوه دفاعيه ما عنده اياها جراندايزر. وماشي بيوقف قدامه. يلا منك شهيه. ماما انت قد ايه؟ ثانك يو. كيف البابا؟ وجورج الله يستر. شو عم تعمل يا جورج؟ سوانا بحبك. جوانا I love you. جوانا كثير بحبك. جوانا كثير بحبك. جوانا بحبك. ليه هلأ تأخرت؟ شو صار ببنطلونك؟ بار القلم جايبته. خاصي زي ما بقى تطلع فيه وما تجرسنا. هيدا عبير مشكلة، حتى لو جوانا ما رح تفسي دي أكيد رح تحكي. هيدا هو، شاطك اللي هو. مين هو؟ مجيد، ما شفتي كيف كنا عم يتطلع فينا؟ مجيد؟ إيه. أنت ما كنت هون السنة الماضية، صار في مشكلة كثير كبيرة، شحت من مارس لثلاث أيام، كرمال النوت اللي بعت لها إياه لبنت. كان كثير بلا تنزيل، ما خلوه يرجع المدرسة إلا ما يعتذر. وكيف تعرفي؟
هو بعت لك اياها الي؟ يا لا كيف تعرفي؟ انا في الفورث جريد تبع سنه الماضي مش جبور اصحاب مع الماما وبتخبرها كل شيء وقالت لي ابعد عنهم. تبع بير؟ فيش حدا بتحبيه بهالدنيا؟ شو قصدك؟ انه في شي مرة حبيتي شي صبر؟ يا اكيد لا. وهالراجل ما فيش رياحة؟ كيف بدي كاني ما اسمعش اخبار معك اللي عم بيصير؟ حالي كرمالها لورا. نحن بالمدرسة جوزيف، بيكفي يعني وجعة راس. تفيلي اياها الراديو مو معروف. مش أحسن هيك؟ جورج رعا شنو؟ أكيد بدك تحكي عن جورج؟ ولا عن شو صار السبت؟ ليه مش نفس الشيء؟ أول مرة بتطلع عنا على البيت، أول مرة بتعرف أهلي، ما لقيتش تحكي غير بالسياسة وتتنقر مع خيي جورج؟ اعتذرت؟ ليك شو بفيدنا هلا الاعتذار؟ ما اللي صار صار. شو فكرك تغيره لجورج يعني؟ طلبت منك شغلة وحدة ما تعمليهاش وعملتها إلا ما بدك تحكي سياسة. بس خيك فات معهم بالحزب. إيه شو يعني؟ يعني إذا منكمل هيك بيروح البلد. بتتذكر آخر مرة اختفى فيها وما عرفتوا وينه؟ وما قالكم شيء؟ وخفتوا يصير له شيء؟ تخيل راح يتدرب. تخيل إجريك جوزيف. خلص بقى. كرمال، كرمالنا أنا وياك. كل واحد منكم فكر حاله معه حق. وانت ساكتي وعارفه خيك غلطان. شو بدك ياني اعمل؟ لك خيي هيدا خيي. تيس ايه بس خيي. مش رح تجبروني نقي بيناتكم. ناس مثل خيك هن اللي قصموا البلد. ايه هو بقول نفس الشيء عنك. وانت انا بالنص جوزيف انت وياه خربين البلد وكلنا خسرانين. يعني انا كنت عم ضيع وقتي معك. الورق
أي وسام، كنت بدي أسألك، قصدي لك كيف عملت فحص الجغرافيا؟ منيح كنت حافظة كل شيء، وأنت؟ خلصته، قصدي ما خلصته، قصدي حزرت كم جواب. بعود بالمات منشوف ان شاء الله سنتي جايينكم نفس الصف، بس اذا ما كنا بنفس الصف بتطلع انت الاول. وخبر فئك مجيد انه مني مثل البنت تبع السنه الماضيه، ما يعذب حاله. مجيد شخص في حبر احمر على عينتك.
شو عم تعملوا؟ بس كنت بدي روح شوف خيي. خيك اي صف خيك؟ 9th grade miss. 9th grade بعدهم بالفحص. انت مش بالالمنتري؟ انزل لتحت عجل. طب بس لازم احكي حبيبي انت هون بالهاي سكول عم بقول لك يلا انزل بسرعه. بدي وحده كثير كيس سير. انا سير تفضل حبيبي. قد ايه بكيت؟ ربع ليره. صحتين. ليلى في اخذ مفتاح السطح؟ لا شو بدك مفتاح السطح؟ بدي اشوف اذا مبينين بوارج. بوارج؟ ما سمعت شيء عن البوارج بالاخبار. شو هي اذا عم تسمعي؟ في اخذ مفتاح؟ هلا برجع لك. صار حكيت قلت له ماشي ما صار شيء. كيف يعني ما صار شيء؟ ما قالت شيء؟ ماشي. شباب بعد بدنا لاعبين للماتش الفوتبول بدكم تلعبوا؟ مش هلا مشغولين. يس عم نلعب ضد الفايبي وكثير قوية. قلنا لك مشغولين. طيب ليك بركي ما بتعجبها. ليه عم تقول هيك؟ خبيش علي؟ لا مجيد مخبشي علي. يا عمي طب ليه بدي اخبر شي عليك؟ لانه قالت اسمع. اسمي؟ ايه اسمها. ليه بدي تقول اسمي؟ لك خش تحفر بهالشجره. قالت لي لقلك انه ما انا مثل بنسنت الماضي. شو عامل؟ بنسنت الماضي؟ عن شو عم تحكي؟ اصلا جوانا ما كانت هون بنسنت الماضي. ما قلت لك هيدي عبير كثير تحكي؟ وكمان حفرت اسمي واسمع الشجره؟ فكرتك رفيق. كله حرفين يا زي ما حدا حيعرف انه هودي انتو. ليه حدا تاني طلع معه؟ خلص وسام خلص اطلع راحه. وسام شيلتون شوف وسام. وسام مبين عليك شيء؟ ما مبين شيء. كثير مغطخطة مع كل هالدخل.
شباب شباب عم بلعب. فوت فوت جوانا. شو قلتي له لوسام؟ شو بدك مجيد؟ ما غصك عبير. جوانا شو قلتي له لوسام؟ بتدي عليه جوانا. لفي يا وسام. لا 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 شباب لو شباب شباب. شو بدك مجيد تنشحت مرة تانية؟ وزت جحدت ايدي. شو غصك؟ تعال جوانا ما تحكي معه. خلاص عبير انا فريت. But nothing's going to happen here, Mr. Brown. We don't know that. Get him in the classroom, end the recess. Let's start the exams while we figure this out. Everyone should go home. Calm down, Joseph. You know nothing's going to happen in East Beirut. We'll continue the exams. شو بكي مس ليلى؟ هيدا بلد واحد. إذا منطقة واحدة فيه تعرض للهجوم يعني البلد كله تعرض للهجوم. لازم نودي الأولاد على بيوتهم عند أهليهم. فينا نروق شوي؟ إذا مكفي هيك مش رح نوصل لمحل. أكيد ما وصلش لمحل إذا في ناس تفكيرها هيك. بس جوزيف. نحن بمدرسة وفي هون تلاميذ من كل المناطق. I don't know what that's all about, but it's no time to squabble. We should start calling the parents. Yes, we should continue the exams and then we'll get them home. طيب بليز مس رولا دقي الجرس، أنا لازم تلفن للأهل.
شيء ما في شيء ابدا الاولاد كثير كثير منيح ونحن لانه ما ما الخطوط مشغوله انا عم جرب اتصل فيكم نعم يس يس مستر درويش يس وي ويل بوت ذم اون باس نمبر 4 يس نو نو لا لا كله منيح ان شاء الله ان شاء الله بس نخلص قريبا ايه بس المهم تضل المعابر مفتوحه اوكي اوكي مستر درويش طيب وسام بس شو عم بيصير بالغربيه مس لازم ترجع على صفك وسام ثانك يو مس وسام هي كانت شرب بحكيها هيك تسيع اذا صح سمعت مجيد ترجع بتاخدها بعدين روق شوي ما في شيء بعيد يلا كل واحد بورد كل واحد يطلع بورقته هذا ما كان شي دار الصوت لا مو صوت قريب قطعوا الدامور وحيصيروا ببيروت Sayer. Michael, your mother's here. يلا كل واحد ورقته شو بك يا حبيبي هودي بعيد من هون، هون ما في شي ما تخافي بس بتعرفي وين؟ قريب شي من الحدد؟ لا مش قريب من الحدد، مش قريب من الحدد، بعيد كثير ما تخافي مثلا بيقصفوا شي بالغربية؟
اسمعوني شوي، لا عم بيقصفوا لا بالحدد ولا بالغربية، ايه؟ القصف بس بجنوب، هون ما في شيء. بس الماما والبابا مرات بنفكر انه بعاد، بس ما بيكونوا بعاد. لا اي حدا بركي يصير لهم شيء. متخاف ولهم شيء. يلا فكري بشي حلو، ركزي على الفحص. اوكي اوكي طيب. الو إيه نعم مدام. لا لا اكيد رح خلي لك اياهم هون ايه لحد ما توصلي. ايه الو الو of all the days they couldn't have waited till school is over. Only one crossing between east and west Beirut is open and it's flooded with refugees. It's not looking good, Mr. Brown. Hello? Ayywa. لحظة من فضلك. These three, they have to stay here. Eh? It's too bad. 4B. نعم, madam. عم تشوفون هودي بوارج. بشير اقعد محلك، كل واحد يقعد محله، كل واحد يقعد محله. عم بحكي معكم كل واحد محله، كل واحد بورقته. يلا اقعد محلك وسام. بس مش في بوارج. اقعد محلك ما في شيء. اقعد محلك انت وياه بس، ما حدا يفتح تمه. خلصوا الفحص هلا. ما بدي اسمع ولا كلمه ولا حس. بابا قال إنه ما لازم نسكن الشبابيك بس ما يكون في قصف، يعني إذا وقعت قذيفة قريبة بيتكسر الإزاز.
اعطيني اياه يقف هنيك على الباب. روح اقفوا بالصف على الباب. خلص فحصه يلا يروح يقف بالصف. مجيد خد سيارتك. مرسي. يلا وسام. دونا وسام يلا خلص. لا مش يلا خلص 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 يلا روح روح وقف بالصف. جوانا اعطيني ورقتك. يلا You'll stay here. Your parents said they'll come and get you. What's happening, sir? Stay put. Ask Miss Layla. She'll tell you. Mm-hmm. Another list. Mm-hmm. Mm-hmm. Okay. What the hell, Ham? هلا بيجي أهلك. الو مجيد خد اخبط اليوتيوب. اوكي تعالي وقت يلا وانتو تريجو. مجيد مجيد عدت لي على الوقت. مو اقف لك لانه مدير اصلا. مين فاضي لك هلا؟ شو بدك؟ سوري عن جد ما كان بدي زعلك. فكرتك رفيقه. اكيد انا رفيقك وانت اعز رفيق عندي. طب ليك عن جد هالمره بلا كسر قلت لها شيء او لا؟ اكيد لا. يلا روجوا روجوا روجوا. مجيد مجيد بكره في المدرسه. شو عرفك؟ ما سمعت مس ليلى شو قالت؟ قالت انه كل المعابر مسكره. اللي بيطلع اسمه وعموله معروف وقفوا على اليمين عبير مرتضى ركان مغبغب بريتا برجيلي وائل زين شاحلة نور البزري وائل عرب البير حنا نايا سعود الياس سحيل داني عيد. كل اللي طلع اسمه وقف على اليمين. بس ياسمين نسيت شي باللوكر. عجلي روحي جيبيه يلا. اللي ناسي شي باللوكر يروج هلا يروح يجيبه. هي نقصني. انت كمان نسيت شي وسام؟ ينزل مع مستر جوزيف على الباسيت عمله معروف. يلا روجوا. وسام بكر شيل صباطك. يلا
تفضل استاذ جرام دايزر. عجلي يلا. الباقي الحقونا على الميز ليلى. تيك السيت. بس ليلى حدا اتصل فيني؟ لا حبيبتي ما في خط. روحي جربي بمكتب مستر بان تكوني محظوظة إذا اجاك الخط. عايزينك برا. روزي بدي اطمن على اهلي. ما في خطوط. ما رح تقدر تعرفي شيء. نحن هلا بحرب. خايفة على جورج. ياسمين ما عندناش وقت نخاف. عائلتك لازم تدبر حالها ونحن لازم نودي الاولاد على بيوتهم. ياسمين مش عم يقصفوا بيروت بس صاروا بالبقاع والسوريه فاتوا على الخط. يلا كل حدا على الباص تبعه يلا بسرعة. مجيد مجيد افتحي امي على شو جيبها. تعال عندي حبيبي. شو جايبك ماما؟ ما بدي ترجع بالباص اليوم. اوكي وضع مش منيح. وضع مش منيح بالغربيه وما في شيء ما بدها لها. والله وينو خيك؟ يمكن صار بالباص. يلا امشي امشي. اسرع. عملي معروف بدي نزل ابني من الباص. ايه اكيد. واعتذروا من هون انتوا اثنين. خلاص. عماد؟ عماد ما تضحك. مش هيك مشان شو سدوا غريب. انت ما تخاف حي. شو هيدا ماما؟ ما تخاف من التيارة. طلع طلع من التيارة. شفتوا انت بتحبون التيارة. اي حياتي السعودي مش حيالها تيارات هو تيارات حربية. ولا خلص عم خوف خيك. هو الاسرائيلية ماما. مشي مشي نشوف. يلا يلا مشي مشي مشي. هلا بنرجع على البيت بنلعب اتاري وفيك تلعب سبيس انفيدرز كمان اذا بدك. اوكي حياتي. ما في اتاري الي بسرعة. والله ما في الي والك. يلا امشي قدامي. يلا شوف وين رايح لسان. على الباص طارت. بيقدر يجي معنا ماما؟ لا قلبي ما في يجي معنا. بده يرجع على بيته. طلع الباص رح يملى. يلا طالع. باي مجيد. باي تعال. باي. بين قدامي شوف.
ولويس شوفك على البحر. يلا مشيت. هاي نسين هذا خيل سخيم بسام. هاي هاي يلا يلا مشي مشي. اوكي مدام. اوكي اوكي. مس مس الو سي اتش اس مس ليلى. الو الو مس اتصلوا شي اهلي؟ لا حبيبتي بس ما اتصلوا، بس انا اكيد انه عم بجربوا يتصلوا، في ضغط كثير على الخطوط اكيد، يعني بركي عم بعلق معهم الخط. طيب وين عم يقصفوا؟ حيتلفنوا اكيد، حضل معك لكن اجوا اهلك. تعال نلعب، يلا بلش انت. خلص عبير خلص، اكيد حيجوا. شو عرفك؟ سكروا كل المعابر وفي قصف، بلكي ما قدروا يجوا. الو لا مدام، لا لا ياسمين مش هون. ايه 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 بس مدام ما البلد كله ولعاني. ايه الو الو Mr. Brown. Mr. Brown. Yes, Layla. The phones are dead. What shall we do with the children left behind? Okay, I will keep them in the dormitory until their parents come and pick them up. Okay. قدي رح نضل واقفين هون؟ ما تسألني، قاعدين هون بالعشقة لحد ما يفتح السير. طبعاً جد بكرة ما في مدرسة؟ لا ما في مدرسة بكرة. يس ما بنعرف شو ناطرنا بكرة. شوف شوف ماما، شوف التيارات عم بيقوصوا على بعض. نادرة عم بيتقتلوا فوق روسنا. مين؟ الإسرائيلية والسورية. ومين معنا ماما؟ راحت منهم.
مجيد فوت لجوه. خلص حل عنك. ماما قولي له يفوت. خلص لجوه. ماما قولي له يحل عنك. ماما قولي له يفوت لجوه. خلص اتركوا عندكم. خلص ما رح نهز من هون هلا. كل العالم بدها ترجع على بيتها. وقف. طب هو بضل خايف ان انا شو فيه اعمل. خلص اسكت. ما خيك كثير خايف. مالي حبيبي يلا شوي ونرجع السليمان. اوكي هونيك فيك تعمل اللي بدك اياه. هونيك ما في شيء. ليش هونيك ما في شيء؟ لانه هيك. ليلى can you go down to the bus stop and help out after you finish cross checking your lists? Make sure everybody's accounted for. Okay. I'll take everybody downstairs to the theatre. But you go, I'll stay here. So much for graduation this year. Our fifth graders won't graduate. In the 6 years since this stupid war began, we've managed it, but I guess not this year. يقعد مطرحه. هيدا اي باص؟ هيدا ثلاثة بكفاية. اوكي حبيبتي بليز ارجعي تأكدي من الاسامي. ايه اسامي كل الاولاد. اتصلت امي عطلاني هم خيي. شو قالت شي؟ ما لحقت تقول شي. ما انقطعوا الخطوط. قالت لك شي عن بيي؟ لا لا ما لحقت. انقطعوا كل الخطوط. سكتوا كلكن! سكتوا! مس ياسمين بدها تحكيكن! اللي بقول اسمه يرفع اصبعه عمله معروف. امير عمرو، سيرين عواده. ويني سيرين؟ سيرين؟ سيرين عواده ويني؟ علي ايدك. ماري بريس، طارق توما، وسام توما، جوزيف عمور، زياد مطران، فيروز ريحان، رندا بستاني. اللي ما طلع اسمه يرفع اصبع. انتي انا شي قلم نديم جزء محلي. نديم شو؟ جزء محلي بليز. اوكي بس ما لازم تنزل الباص رح يمشي. ما عليك جزء ماشي. مين هون بعد ما قلت اسمك؟ شو؟ خلينا رايقين عن المعرض. ايه؟
مين بعد فيه؟ مين ما طلع اسمه بعد؟ وسام لوين رايح؟ ليه منك بالباص؟ مش بدي روح اتولد. طب يلا يلا بسرعة بسرعة. شو اسمك؟ ايه شاهد؟ طلع على برا. جوان لازم تكوني بالباص. Aren't you supposed to be in the bus, young man? Yes, sir, but what are you doing here? Sir, Joanna should be on the bus today. Leave that to us, young man, and I'll go back to the bus. She don't want them to leave you behind, do you? Okay, hurry along. Okay, sir. وسام شو عم تعمل برا؟ ما كنتش بالباص هلا انت؟ فوت كي رح يفل الباص بليك. مش جوانا لازم تكون معنا بالباص. شو؟ بس اليوم التلاتة، كل يوم التلاتة بتجي معنا. تبي الكاسيتات؟ موسى اعطيني ورقك هون. شو ما بتحبك ايه؟ ما خصك. شو قلنا؟ يلا حياتي روجي البس ناطر. ناس فيها تجي معها بلعبة التيتا؟ لا حياتي ما فيها تجي معكي بلعبة التيتا. She has to leave. She has to leave, the bus is waiting. بس فيني روح معها please please. لا يا حياتي ما فيكيش تروحي معها، ما حدا حكينا، ما حدا اتصل فينا. يلا 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 ما تخافي بيكونوا واصلين. بليز شيل اجرك. فوتي فوتي. وين بدها تقعد؟ هتقعد محلي. هلا فيك بليز تشيل شنطتك؟ تقعد. قعدت البنت محلك ولا بدك تاخذ محل تاني؟ بس بتحطها على الارض من ساعه كلنا. ما في يحطها على الارض فيها كاسيتات، ما بدي حدا يدعس علي ويتكسروا. طب ما الكراسي للناس. طب اذا ما بدك حطها بحرجة. بدق فيها. لك انت مين فكر لي حالك كانت عم تعمل بس؟ وقفوا كلكم! وقفوا! وقفوا كلكم! كل واحد يرجع لمحله! كلكم اقعدوا! ليش عم تطلع؟ قعد! كل ثلاثة يقعدوا على مقعد! طارق ارجع محلك! شو هيدا؟ كلنا رح نوصل على بيوتنا!
ما بيهم قد ايه الباص صغير، بس كلنا من ساعة ما بيكفينا اللي عم يصير برا. ولو شو هيدا يا زلمة؟ ما كان في لزوم تعمل مشكل كلمة قعدنا، كان فيني ضلني واقفة. مش الحق عليكي، أنا كنت وقفت لو مجبور، بس الكراسي مش للشنط، الكراسي للعالم. هيدا انت مين؟ هيدا تيغران. تيغران جوانا. جوانا تيغران. منك شو رايح؟ رايحة بس أشرفية، رايحة عند أهلي. بس يمكن ما يروح. دبر حالي. جوزيف انت ما كنت عم ضيع وقتك معي. طمني لما تجي. شو عم بيصير؟ ما بعرف.
في مدام ولودا So find another fool like before.